أهل الجنة ثلاثة. الناس اللي يدخلوا الجنة ثلاثة أصناف، وده ما معناه إنه الجنة محصورة على الأصناف الثلاثة دي، لكن دي بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات. أول صنف من الأصناف قال ذو سلطان مقسط موفق. ذو سلطان يعني عنده سلطة، قاضي، حاكم من الحكام، أمير من الأمراء. وبعدين قال لك مقسط، مقسط يعني عدل، يعني عادل في حكمه، يحكم بالعدل، يطبق شرع الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وفي لفظ الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالحديث ذا الأول البدين به ده فيه بشارة، الزول اللي بيحكم بالعدل ده بيدخل الجنة برحمة الله تعالى. اثنين، الصنف الثاني زول عنده رحمة بالمسلمين، قال ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. زول عنده رحمة وعنده رقة بالناس القرب له الأرحام وبعامة المسلمين، عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فإنت ترحم الناس الله بيرحمك، الضعيف تقيف معاه وتسانده، وزول المسكين تنفق عليه، واليتيم تراعيه، والمرأة المنكسرة تجبر بخاطرة، وهكذا تكون رحيما بين الناس وبين المسلمين. عشان الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيضا في الصحيح قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير. قال النووي رحمه الله قال أفئدتهم كأفئدة الطير، قيل متوكلون وقيل أرقاء أو لهم رقة، يعني لهم رقة في قلوبهم. دي مسألة من المسائل. المسألة الثالثة والأخيرة قال وعفيف، عفيف ما بيشحد الناس، متعفف، قدر ما تجي فرصة اسأل الناس هو بيتعفف، بيتعفف. ذو عيال يعني عنده أولاد محمول، وبعد ده ما بيشحد الناس، هو مضغوط كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يوم القيامة وشه ما فيه لحم، ليه؟ لأنه مش حد، وش حد ده وش حد ده، وما محتاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن عثيمين
لذلك سؤال الناس حرام، تشحذ الناس حرام إلا لحاجة. واستدل بهذا الحديث لأنه فيه وعيد يوم القيامة. الناس قايلين الأمر سهل سهل، وناس بعضهم يا أخي تلقى ينكسر للخلق، لو انكسر الانكسار ده لله تعالى لفتح عليه ما شاء سبحانه وتعالى. الناس ما عندهم شيء، ما تسأل الناس أي شيء عند الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. انت داير شنو؟ داير قروش؟ هاي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم، قال بعضهم المطر، وقال بعضهم الرزق العام، وما توعدون الجنة، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يا أخي الله يقسم لك، تاريت عندك شك؟ قال وما من دابة في الأرض، نملة أصغر من النملة، بشر، حيوان، كبير، صغير، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الرزق ده عند الله سبحانه وتعالى. الناس يا أخي بيقوا واحد تلقاه يأكل حرام، واحد تلقاه بس هو الرزق يعلق حجاب، تقول له ده شنو؟ لك ده حجاب رزق، في حجاب بيجيب رزق؟ هو بيبيع الحجبات ذاته، تلقاه للظهر ما فطر، للظهر جيعان، تقول له فطرت؟ يقول لك لا لا مالك ما فطرت، يقول لك والله ما ترزقنا. طيب حجابك ده بيشتغل 200، للظهر ما فطرت بتشتغل 200؟ كلام عجيب جدا والله. دايل يا اخي الزول ما يتعلق بالبشر، الليلة الناس تعلقهم بك بالبشر الا من رحم الله. المرأة تتزوج 3 سنة 4 سنة ما انجبت، طوالي يقول لك ماشيين لفلان. ليه؟ يقول لك فلان مدي جنة، فلان ده زول خطير، زول صالح كبير، اصلح من الانبياء، اصلح من الرسل. قال تعالى كافها يا عين صد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. زولك ده أصلح ولا زكريا عليه السلام؟ زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي، خايف على الدين، وكانت امرأتي عاقرا. نبي قال مرأتي عاقر، تقول لي الفقير بدي جنة؟ نبي نبي عديل قال وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك، لأنه بدي الجنة الله سبحانه وتعالى، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أصل الله ده بعد يديك انت ذلك لما انت تتكيف أداه جانا وسمله وذاك. قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. رب العزة والجلال قال لك كلام عجيب عليك الله فكر فيه. أي زول يفكر في تاني ما مش ليه زول، ولا أنا دار جنة انت كيف؟ كيف انت جنة؟ زول راجل ودي مرته لراجل يقول لا أنا دار جنة، يقول له هاك أنا دار لي جنة وذاك ادي تراب، ولا امشي اكشح في المنطقه الفلانيه، تكشح التراب والتراب في خشمك. في زول بيودي مرته بلاوي والله الذي لا اله غيره.
لزكريا عليه زكريا عليه السلام، قال له قال كذلك قال ربك هو علي هين، على الله هين، وعلى الناس شنو؟ على الناس قاسي صعب ما بيقدروا عليه، لكن على الله قال كذلك قال ربك هو علي هين. دار تعرفه هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولم تك شيئا. شكي لم يدل كانوا بيسألوا الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، على الكبر. قال ابن كثير كان عمره 84 سنة، 84 سنة سأل الله، الله دجنه. زول تلقاه تزوج 5 سنة يقلق، الجماعة ذاته ما بريحوك، هيو أهم بقيتوا 3 يركشا انت مالك، وما 3 و5 و10 انت أزال الله، أزال الله وسوي السبب، أزال الله وسوي السبب، وقل تمام والمخبازة عندكم واحدة نجيضة، وقل تمام وبعد ذاك واسأل الله، والله بديك كان مداك ده لي خير، كان مداك اصبر. انا بعرف زول في بلدنا في الجزيرة يتزوج مرة، زول جارنا بالحيطة يتزوج مرة 7 سنة ما افجنا طلقها، تزوج الثانية قريب 10 سنة ما افجنا طلقها، والله الذي رفع السماء. تزوج الثالثة السنة الأولى الثانية الثالثة الله رزقه 3 تيمان، 3 بنتين ولد، وده من الله سبحانه وتعالى. انت ما تتضايق وما تقنط من رحمة الله، أسأل الله القدير الرحمن الرحيم. والبشر ديل ما تتعلق بهم، يخزول في الصلاة يا جماعة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ده عهدي مع الله تعالى. إياك يا الله نعبد، يعني ما بنعبد غيرك، وإياك نستعين يعني ما بنستعين بغيرك. امرك بس من الجامع، قال في الصلاة امرك من الجامع بس كذي، يعتر يا فلان الحقنا. انت الله قلت له شنو في الصلاة؟ ما قلت له بستعين بك انت يا الله، تستعين بفلان ليه؟ فلان تلقى مات، زول يموت يغسلوه يكفنوه ما قادر يتحرك، يرفعوه 4 رجال يودوا المقابر وعفروا المطمورة ودل حد ودخلوا جوا القبر يخطوا الطوب ولا الطين برضو ليسوا تمام ولا نفس ما بخلوا له، ليسوا كويس. بعد ذاك تاني يجيبوا التراب فوق له، وبعد التراب أيوا جماعة ابنه رسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه يا حديث، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر حرام، ويجصص حرام، ويقعد عليه ما بجوز. يقوموا يبنوا له، بنوا له أوضة، سووا له باب، شوف الهوس، سووا له باب وسووا له ترباس وطبلة، والطبلة مطبولة، والنساوين في آخر الدنيا عترنا الحقنا وفزعنا. وذولك ده كان حي لما نفتحوا له أول شيء، ومقبول ذاته ومقبول، وإلى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم. شكاية الله قال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، أو قال وتوكل على الحي، الأحياء كتار، إنت حي وداك حي ودا حي توكل، لكن أداك شرط عظيم وأداك وصف جليل وما بتلقى إلا في الله سبحانه وتعالى. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، ما بموت، الله سبحانه وتعالى. ناس غريبين يا غزوالسي لو مشجع له فريق
وده مشجع فريق، الفريق ده غلب ده، ده يخليه تاني، ده غلب ده، ده اللي يخلوه. يا اخي زول بنادي الله وبنادي الشيخ، الشيخ مات مش مفروض ينادي الله براو وقبلني ده، وده غلط للشيخ. مش مفروض الله ينادي الله تاني، ينادي لواحد تاني. مصايب وبلاوي وألفوا فيها قصايد، إناب خطم في البلاد نزيله، قل يا ولي الله إسماعيل. إسماعيل مات وقبة ذاته وقعت، أصبر شوية، والموضوع ده طويل، فالناس عقيدتها تبقى في الله صحيحة وتوحد الله سبحانه وتعالى. أبشر 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 أجلس أبشر 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 أبشر.